كشعب هل بزور. هل من العلم ده معلش يا دكتور يعني برضو جزء من اللي ممكن انا ما اكونش برتاح له قوي. لا اتفضل. انك انت حولت الموضوع لمصطبه يا ولا وتعالى وزهقت منكو وشتيمه وطابور خامس ومعرضين ويعني استخدمت جمله من يعني عدد من المصطلحات والالفاظ اللي ممكن تخلي مثلا النخبه والناس اللي متعلمين يعني شويه ينفروا من ده. بص يا ليه بيتكلم كده؟ بص يا استاذ خالد احنا كنا في وقت لو كان طلب مني ان انا اسحب دمي كله اقدمه لمصر علشان خاطر مصر تعبر لكنت فعلت. فانا ليه فتره الاخوان اللي هي الفتره من اول مارس 2011 وحتى 30/6/2013 لو كان طلب دمي مش ان انا اؤدي اداء استطيع من خلاله ان اصل الى جنبات المجتمع واركانه من اهالينا وبني قومنا من البسطاء ما كنت مش كده بس هل لو كانوا طلبوا دمي كنت اديتهم. حلو ده كلام محترم وجميل وكل حاجه هل كان من ضمن ده استخدامك لألفاظ ممكن تكون مسيئه ما ينفعش تخش البيوت فيها شتيمه؟ معلش حضرتك لو اتفرجت على المسلسلات الدراما مش من النهارده ولا من امبارح ده انت مركز قوي تجد ان هذه المسلسلات خرجت فيها الفاظ انا لم اتعرض لها. انا كان كبيري بقول ايه؟ بقول يا ام فلان واد يا كذا سيب الشيشه يا ابني. لان انا كنت عندي تخيل بقعد اتخيل مين اللي بيتفرج عليه؟ مين اللي بيتفرج عليه؟ لان انا وحضرتك دلوقتي قاعدين شايفين الكاميرات لا شايفين الناس من يشاهدنا ويتابعنا فانا كنت اتخيل من يتابعنا وانا كنت بستهدف تطبيق نظريات علمية. كل اللي انا عملته ده كان تطبيق نظريات علمية على ارض الواقع في التأثير على الناس في, 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 في اعادة توجيه الرأي العام ثم اعادة بناء رأي عام صالح من اجل هذا الوطن. في سبيل ده انا كنت ممكن اعمل اي حاجة علشان هذا البلد بدل ما كنا نبقى سوريا او نبقى ليبيا او نبقى العراق او نبقى اليمن.